مرحبا، حلقة جديدة من برنامج أخبار صباح لليوم الجمعة 17 كانون الثاني. واليوم بحلقتنا عداد الحقيقة بلش من جديد بوجه القتلة، وأبناء بيروت بيجددوا العهد والوفاء لنهج الشهيد رفيق الحريري. حفل تكريمي للراحل أنطوان حرب بتنظيم من حلقة الحوار الثقافي، حفلتين موسيقيتين للأوركسترا الفيلارمونية اللبنانية ببيروت وطرابلس، وإضاءة على معرض جديد للفنان العراقي جبر علوان بتنظيم من سوليدار. أما ضيفنا لليوم الدكتور رازي الحج رئيس حركة المستقل لنتناول معه موضوع المحكمة الدولية وأهمية انطلاقة، من دون ما ننسى إصدارات جديدة مع زميلتنا مريم الحاج. إنما البداية مثل العادة مع حال الطقس، ونقول صباح الخير للأستاذ محمد كنج من مصلحة الأرصاد الجوية. يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا فيك، كيفك؟ ماشي الحال. تفضل. نحن ما عم نشهد ولا نقطة مي عم تنزل على الأراضي اللبنانية، أنت رح تشتي. صحيح. هلا بالنسبة لحالة الطقس اليوم، الطقس إجمالا متقلب بفترة قبل الظهر. نعم. بلش يستقر من فترة بعد الظهر. الطقس لليوم هيكون مبلش غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة. نعم. خلال فترة قبل الظهر، خاصة بالمناطق الداخلية. اللي بقى هلا بلش يتحسن من بعد الظهر. نعم. السبت حيكون طقس مشمس لقليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل، بينما بتبلش ترتفع بالداخل وفوق الجبال. الأحد مشمس لقليل الغيوم مع استقرار درجات الحرارة. إجمالا ما مبين في شتاء، في شتاء يعني. نعم. اليوم فترة قبل الظهر، بس ما اسمها شتاء يعني، هيك مزحة، هيدي مزحة يعني، مش قبل نهار الأربعاء. يعني إذا أنا وعم طالب بالشتاء هالقد حس إنه الوضع مأزم. صحيح. بالشتوية يعني السنة تقريبا المتساقطات اللي نازلة عنا، يعني الثلث المتساقطات اللي نزلت هيديك السنة لغاية هالوقت. صحيح. للأسف. إن شاء الله يلا بعد بتفرج، قدامنا شهرين لازم تشتي فيهم. صحيح. شكرا لك أستاذ محمد كنج، يعطيك العافية ونتمنى لك نهار حلو. صباح الخير إلي. صباح الخير جوال، وصباح الخير لكل يلي عم بيتابعونا. جولة سريعة على أبرز عناوين الصحف. بعناوين صحيفة النهار اليوم، يوم الادعاء في المحكمة كأنه 14 شباط بوقائع مذهلة. انطلاقة المحكمة تشهد عرضا تفصيليا للأدلة والصور والإثباتات. الحريري الإصرار على عدم تسليم المتهمين، جريمة مضافة إلى الأصلية. صورتين بالصفحة الرئيسية بالنهار، الأولى على اليمين لشموع أضيئت على درج السرايا الحكومية أمام تمثال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والثانية لهيئة المحكمة الخاصة بلبنان منعقدة بلايسندام وأمام مجسم لمنطقة سان جورج بوسط بيروت. الإرهاب الانتحاري يستهدف الهرمل مجددا، والنصرة تتبنى التفجير. المسعى الحكومي في مراوحة بين عقد التأليف والبيان الوزاري. حرب من معراب، نتمسك بإعلان بعبدة. واشنطن ترفض أي إعادة تفسير لبيان جنيف واحد. بعناوين صحيفة السفير، سطر الحكومة لم ينضج بعد. المحكمة تتوسع هاتفيا بلا مفاجآت. ثلاثة شهداء وعشرات الجرحى في تفجير انتحاري. الإرهاب يستهدف الهرمل. ضغط أمريكي في اللحظات الأخيرة على الائتلاف، تنسيق روسي إيراني سوري عشية جنيف 2. تابع وبنتقل إلى عناوين صحيفة الحياة. المحكمة الدولية، وقائع وتفاصيل جديدة عن الاغتيال. أهالي الضحايا يستعدون ذلك اليوم من شباط 2005، وسعد الحريري يشدد على العدالة لا الثأر. النصرة تتبنى الهجوم الانتحاري في الهرمن. بان ردا على تحفظات سورية، الأولوية لهيئة حكم انتقالية. بعناوين صحيفة المستقبل، الحريري حماية المتهمين جريمة إضافية، وأهالنا بيع لبنانيين أنفسهم للشيطان، بداية المحاكمة حقائق صاعقة. الأدلة تربط للمرة الأولى تنفيذ الاغتيال باستقالة الرئيس الشهيد. العنيسي فبرك أبو عدس للتضليل. نازك رفيق الحريري، درب العدالة سيصل إلى الهدف. مصر نعم كاسحة في استفتاء الدستور، ونسبة المشاركة أقل من المتوقع. الإرهاب الانتحاري يصل إلى الهرمل. بعناوين صحيفة الأنوار اليوم، قرار الاتهام في المحكمة الدولية، وثائق عن الاتصالات الخليوية قبل الجريمة. إدانة شاملة للتفجير الانتحاري في الهرمل. 95% قالوا نعم للدستور المصري.
الائتلاف السوري يحدد اليوم موقفه من المشاركة في جنيف 2. بعناوين صحيفة اللواء، محاكمة المتهمين باغتيال الحريري، صفحة العدالة تفتتح في لاهاي. الحريري حقيقة موجعة أن يكون بين اللبنانيين من نفذ الجريمة. تفاهم على الوزارات السيادية، السنيورة اللواء العقدة ما زالت في البيان. موسكو تذكر ببنود جنيف 1 وكيري لمشاركة المعارضة. تنسيق روسي سوري إيراني عشية جنيف 2. بعناوين صحيفة البلد، المحكمة تستكمل اتهامها اليوم والنصرة تفجر في الهرمل. هل يكتمل المشهد الحكومي بزيارة السنيورة لسلام؟ كيري يحث المعارضة على التجاوب مع جنيف 2. الدستور المصري ينتصر أوليا. رح انتقل إلى الصحف الصادرة بلغات أجنبية، والبداية بتكون مع ترجمة لعناوين صحيفة ذا ديلي ستار. المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تطلق مرحلة جديدة. كيري يحث المعارضة لحضور جنيف 2. جبهة النصرة تقول بأن تفجير الهرمل جاء ردا على تدخل حزب الله في سوريا. بترجمة إلى أبرز عناوين صحيفة لوريون لوجور، سفر الحقيقة. العدالة والعنف وجها لوجه، جبهة النصرة تضرب مجددا، الهرمل تغرق في الدماء. بعناوين صحيفة الشرق، بالوقائع الثابتة والتفاصيل المذهلة، الاتصالات كشفت جريمة العصر. النصرة تتبنى تفجير الهرمل الانتحاري، وبرأي الشرق يوم تاريخي حقيقي. بعناوين صحيفة الشرق الأوسط، نعم للدستور تقدمت في معاقل الإخوان، والغنوشي يعرض منح اللجوء للجماعة. انطلاق المحكمة الدولية لاغتيال الحريري بحضور شخصيات لبنانية. 5 قتلى وعشرات الجرحى في تفجير استهدف معقلا لحزب الله. روحاني مصالح شخصية وراء رفض جماعات إيرانية تطبيع العلاقات مع العالم. عودة بوتفليقة تنهي مخاوف من حدوث شغور دستوري. رح اختم جولتنا على العناوين مع صحيفة الجمهورية. المحكمة قدمت عرضا مهنيا وعلميا فاق التوقعات، وتكشف تفاصيل إضافية في جلسة اليوم. الحريري المجرمون لبنانيون. تسوية سياسية آتية ستخرج الأسد. وختاما في الجمهورية، بوتين لعدم إبقاء جنيف النووي حبرا على ورق. هيك بنكون ختمنا جولتنا على أبرز العناوين السياسية، مواعيد ثقافية وفنية مع جوال بعد الفاصل. منتابع أخبار صباح مع الفقرة الثقافية والفنية اللي بتعطينا لمحة وفكرة عن أقرب المواعيد. رح نبدأ مع جرافيتي ستريت آرت وركشوب لكل يلي بهمهم يتعرفوا أكثر على فن الجرافيتي، ورح يقدروا يتعرفوا عليه وعن كيفية استعمال الألوان مع أساتذة بعالم الجرافيتي. هالنشاط انطلق 2 و4 وبتابع اليوم وبكره 17 و18 شهر الساعة 6:30 للساعة 8:30 عشية ببدارو بالطيونة. منتابع مع النسخة الثانية من بيروت أوبن رودا أند دانس بارتي لكل يلي بحبوا الرقص والموسيقى البرازيلية. هن على موعد مع الأخوين أو برادر جاكسون أو الأخوين جاكسون الليلة الساعة 8 المساء بالألت سيتي كافيه بالحمرة.
اون ايس مرة جديدة لكل اللي بيحبوا يتعلموا التزلج على الجليد، ولكل السكيترز مساحة 1000 متر مربع بانتظارهم بمجمع سيتي مول. الصالة بتفتح ابوابها يوميا من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 11 بالليل، وهالنشاط بيستمر لغاية شهر ايار. الممثل والمخرج جو إذاحي اللي تعودنا عليه بأعمال وان مان شو، هالمرة هو وراء الكواليس ليعمل إخراج لمسرحية جديدة بتحمل عنوان ريما، ومن تمثيل روزي اليازجي من 16 كانون الثاني لغاية 16 شباط على خشبة مسرح القلبين الأقدسين بالجميزة. زومبا، بوصل، كوتش، كتلة عضل، بتحسوها بتتروق حبة إيدها مامي، بتتغدى حبة إيدها مامي، وبتتعشى حبة مشي. جو إذاحي بيقدم مسرحية ريما تمثيل روزي يازجي من 16 كانون الثاني ل 16 شباط الساعة 8:30 على مسرح الجميزة. للحجز لبريدي أنطوان أو على 76 409 109. وان لبنان يونايتد فور تومورو هو عنوان الأمسية الفنية يلي رح تجمع فنانين من كل المجالات على مسرح واحد. الموعد بواحد شباط والمكان فوروم دو بيروت. إذا عدد من نجوم لبنان رح يجتمعوا من أجل السلام في لبنان، ومن بيناتهم تانيا أسيس، مايك ماسي، أنتوني توما، جورج خباز، ألين لحود، مروان خوري، ميشيل أبو سليمان وغيرهم. واللي عم نسمعه هو الفنان مايك ماسي. وإن كان ما في شي من حبنا باقي، بكرة مننسى مبارح ومننسى الحنين، يضيعون كلماتي يضيعون السنين. أنا يا حبيبي مش لازم حبك هالقد، فوتوماد بيروت 2014 فرصة لكل يلي بيحبوا التصوير انه يزوروا 5 اماكن مختلفة ببيروت ويتعرفوا على اعمال مصورين لبنانيين وعالميين محترفين. جاليري جانير بي، سوليدار، المركز الفرنسي ببيروت وغيرها من الصالات رح تستقبل هالاعمال من 17 كانون الثاني لغاية 16 شباط 2014. منتابع مع الياسر الرئيس غناء وعزفا على البيانو، رافائيلا نعمي غناء وعزفا على الجيتار بأمسية خاصة لكل محبي الجاز اليوم الجمعة الساعة 7 المساء بالليسي اللبناني الألماني بجوني. وبختام هالفقرة السيدة ماجدة رومي بموعد جديد هالمرة بالإمارات دبي تريد سنتر بختام مهرجان كلاسيكيات نهار الجمعة 8 شباط لكل يلي بحبوا السيدة ماجدة رومي. ومع صوتها منختم هالفقرة. نعترف أمام الله الواحد، نعترف أنا كنا منك نغار، أنا كنا منك نغار، أنا كنا منك نغار، أنا كنا منك نغار، وكان جمالك يؤذينا نعترف. نعترف الآن، نعترف الآن، نعترف الآن، نعترف الآن، بأننا لم نصفك ولم نرحمك، بأننا لم نفهمك ولم نعذرك، وأهديناك مكان الوردة سكينة، وأهديناك مكان الوردة سكينة. نعترف أمام الله العادل، نعترف، نعترف، نعترف أمام الله العادل، نعترف، نعترف بأن
وقبل ما نعرف أكثر عن حركة السير، اليوم الجمعة ابتداء من 8:30 عبر إذاعة الشرق يقضان التقي بحلقة جديدة من المجازين السياسي. واليوم ضيوف ونقيب المحامين السابق في الشمال الأستاذ رشيد درباس، أستاذ العلوم الاقتصادية السياسية في الجامعة اليسوعية الدكتور سامي نادر، الكاتب والباحث السياسي في باريس جان دبغي، وسفير الائتلاف السوري في باريس منذر خدم. إذن ضيوف يقضان التقي ضمن المجازين السياسي ابتداء من 8:30 عبر إذاعة الشرق. عند إلي وحال الطرقات. جولة على عدد من كاميراتنا المثبتة ببداها من جسر سليم سليم. حركة سير ناشطة باتجاه العاصمة. من سليم سليم منروح على البربير، كمان نفس الموضوع باتجاه بيروت، المخارج يعني أقل عجقة سير. الزلقة عجقة باتجاه بيروت، سير سالك باتجاه الشمال. من الزلقة منروح على صيدا، حركة سير خفيفة على دوار صيدا. جونية هون كمان يعني بضيق الطريق بتكتر العجقة، والختام بيكون مع خلدة، حركة سير ناشطة على الجسر مثل ما عم نشوف، وأخف بباقي الاتجاهات. على كل حال تفاصيل أكثر مع المؤهل أول أحمد شعبان. صباح الخير ويعطيك العافية. صباح النور والله يعافيك. أهلا وسهلا فيك. شو بتضيف على المشاهد اللي تابعناها؟ بالنسبة لحركة السير مثل المعتاد، نعم، الحركة عنا صباحية، رح نبلش بالمدخل الشمالي، عم تكون كثيفة من جوني باتجاه بيروت. ضغط السير عم يبلش عنا تقريبا من جسر الفهود باتجاه النقاش أنطلياس، عم يستمر ضغط السير لغاية الكارنتينا شهر الحلو. نعم. الإشارات والمستديرات عم يشهدوا حركة كثيفة كذلك من نهر الموت باتجاه إشارات الجديدة، الاتحاد، خباز. في عنا ضغط سير كثيف جدا من الصالومي باتجاه الحيك لجسر الواطي، تسبب فيه وزاد بالأزمة سيارة معطلة على جسر الواطي تم معالجتها. في عنا كورنيش النهر الحركة صباحية، عنا ضغط سير على جسر البيجو باتجاه سيسين. عنا حركة كثيفة أستراد الياس الهراوي باتجاه أوتيل دي سيسين. كورنيش المزرعة عم يشهد حركة ناشطة، ضغط السير عم يكون عنا من المدينة الرياضية باتجاه نفق سليم سليم والوسط. المدخل الجنوبي بشكل عام الحركة عم تكون كثيفة باتجاه خلدة، عم يضغط السير عنا من خلدة باتجاه الأنفاق طريق المطار، وعم يكون ناشط إلى كثيف على طريق الوزاعي. هيدا بالنسبة لحركة السير. نعم. بالنسبة لحوادث السير اللي حصلت عنا من امبارح لليوم، عنا 6 حوادث سير كانت نتيجتها وفاة شخصين وجرح 13 شخص. بكل أسف. وهذا كل شيء مبدئيا. نعم، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك المؤهل أول أحمد شعبان. نحن رح نروح على فاصل وبعدها نعود لمتابعة أخبار الصباح، خليكم معنا. صباح الخير. لا تهويل ولا تهديد ولا اغتيالات ولا انفجارات قادرة توقف مسار العدالة. والمطرقة اللي أعلنت اللحظة الأولى لافتتاح جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كتبت فصل جديد من وطن ما بيعرف الاستسلام. انفجار الهرمل بيعكس حالة الخوف والرعب لدى نظام عم بيلفظ أنفاسه الأخيرة بعبوات الإجرام والقتل. وكما ردوا اللبنانيين بال2005، من رد اليوم على الإرهاب بميزان العدل، على العنف بالقانون وعلى الانتقام بالمحاكمة. وبتبقى دماء الشهداء الأبرياء اللي سقطوا بالهرمل كما بكل الانفجارات كابوس بلاحق المجرم حتى ينال عقابه. من تلفزيون المستقبل وبرنامج أخبار الصباح منتوجه بالتعازي إلى أهالي الشهداء ومنتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى. ونرجع على 14 شباط 2005، ولو بعد 9 سنوات نرجع مشتا نبكي شهدائنا، ولكن حتى نضوي شموع مرة جديدة ونجدد العهد والوفا بأنه دماء ما راحت هدر. ومثل ما تحقق الانتصار الأول بانسحاب الجيش السوري من لبنان والانتصار الثاني بقيام المحكمة، فالانتصار الآتي هو محاسبة القتلة ومن وراءهم، وإذا كان استشهاد الرئيس الحريري والمواطنين الأبرياء يلي سقطوا غير وجه الوطن، فعداد الحقيقة بلش من جديد بوجه القتلة والمتهمين مصطفى بدر الدين، سليم عياش، أسد صبرة وحسين العنيسي. أما الامتناع عن تسليم فما بيغير بعزيمة أبناء بيروت ومن اتجاه التاريخ وحركة الشعوب الطواقة إلى السلام والعدالة.
تقرير بولس غيب من تابع سوا. بدنا نشوف الحقيقة بس، أكتر من هيك ما بدنا نشوف. مين اللي عم يعمل هالبلد كلها هالشي هذا من وراء هالمحكمة هذه؟ هذه هي. الله يرحمه. كان في مثل رجل، مثل حكيت الرجل هذا اللي اسمه رفيق الحريري، اللي خلى هالبلد زهرة، ونحن كنا زهرة الزهرات، صرنا أوطى الزهرات. المجرم الله بده يسامحه؟ لا ما يسامحه، بده ياخذ جزائه. من 14 شباط 2005 إلى تاريخ اليوم ما كانت الطريق إلى لاهاي مزينة بالورود، إنما بأكاليل الغار. نعوش رفعت على الأكتاف من أجل الوصول لهاليوم التاريخي يلي تعلن فيه العدالة تحررها من الأغلال ورهاب الاغتيال. انطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان نقطة تحول بتاريخ الوطن الصغير. للمرة الأولى منذ الاستقلال هناك محاسبة للقاتل ومن وراء القاتل. حدث تاريخي هذا، المخطئ بده ينال جزائه والحق بده يرجع لاصحابه. كلنا بدنا نعرف مين المجرم ويتحاسب مين ما كان يكون. كلنا، كل الشعب بده يعرف مين اللي عم يقتل هالناس. هيك العالم بتموت، ما حدا بيعمل لها حساب ولا حدا بيسال عنها. يعني كيف معقوله هيك؟ نتائجها على البلد، نتائجها دوليا، نتائجها اقليميا، بتاثر على المنطقه، على كل منطقه. يعني بتعطي شوي مثل رادع للواحد انه يحسب حساب انه في محكمه بكره، اذا عمل اي ذنب اي شيء في محكمه بدها يكون في عدل. هو وغيره وغيره وغيره، مين ما كان يكون، ما بنريد حدا يصير له اللي صار. طبعا المجرم بده ياخذ جزائه، اي مين ما كان يكون. لا كلهم بهمونا، كلهم كيف لكان. يلا. لانه عم بينقتلوا ابرياء وما بنعرف السبب. ما هي لو بتعرف المشكله شو سببها بيهدى بالك. ما تحق وراءه مطالب، ونحن عم نطالب صرنا 10 سنين مستعدين ننطر 100 سنه، مش نحن اولادنا، مش اولادنا اولاد اولادنا. أبناء بيروت رفعوا الحقيقة شعار وممارسة، دفعوا ثمن صمود ورفض للمساومة والخضوع، إن من 7 أيار أو تهويل القمصان السود. انطلاق عمل المحكمة الدولية شكل خطوة أولى بمشوار ما بينتهي إلا بإصدار الحكم ومحاسبة القتلة. هلا صار بالبلد كتير مشاكل واغتيالات، إنه أتليست لازم نعرف مين المسؤول عن هالأمور هذه اللي صارت كلها. يعني لو نلقى الطرف الخيط يعني على القليلة، بس مش مثل ما بضلها سابي مثل ما هي. يعني عبوي هون، انفجار هون، وعملية انتحارية هون، وما هو يضل الوضع هيك. يعني بركي هذه يمكن بتوقف شوي هالأمور كلها. بتغير الجو، بتغير الحياة، بتغير الدنيا، بصير العالم تروح على شغل بيش تخاف كرمال هيك. بس هلأ إذا ما في محكمة بتلاقي العالم مرعوبة، ما نعرف مين اللي قاتله، عرفت كيف؟ والمحكمة هي حتجيب اللي قاتل. صراحة هي صارت إنه معروفة مين قتله، ما بدها اثنين يحكوا فيها. متمسكين بعد بالعدالة، نحن بلا عدالة ما فينا نعيش، إذا ما في عدالة ما في حياة. لازم أكيد لازم يكون في عدالة، لازم. إذا ما في عدالة تفرص بلد، مصدوها لا. لبنان كان أحلى دولة بالشرق، هلأ صار ولا شيء. جاي صف الحق بده يظهر الحق ولو شو ما كان، ولو بعد حين. لأنه حتى كل إنسان يأخذ حقه بالحياة. إذا كان في عدالة بيكون يأخذ حقه، إذا ما في عدالة حتصير فوضى بالعالم كله. نحن بالعروب بنكبر وبتكبر معنا الأمان، نحن على عدالة بنسهر من دونها الوطن خيار، قلب العمل الصبح الوحدة مهما كان الموج جبال.
الخميس 16 كانون الثاني 2014 يوم كل المقاومين الحقيقيين يلي ما استسلموا، يوم الشهداء من رفيق الحريري إلى محمد شطح، هو نضال وسام الحسن ووسام عيد، ويوم الشهداء الأحياء مروان حمادي والياس المر وميش دياء، يوم محمد الشعار وكل الأبرياء يلي ما رحمهم نظام الغدر. أكبر خسارة خسرناها نحن بهالبلد، احنا الشيخ رفيق مفروض انه هذا شخص، هذا رئيس وزارة، هذا بيحكوا مثل العالم كله ماشي الحال. كمان نحد من هالمشاكل، يعني حتى اللي بده ينكشف هيعرف حاله انه انكشف وصار في دلائل، فممكن تخف من حدية القتل. وهيك مشكلة هالمتهمين اللي اتهموا، ولا هن هدول اللي كانت طلعت انه هن لهم علاقة وانه هن نفذوا ينسحبوا، هيدي هي. إيه، لكن اذا في عدالة في روى، اذا ما في عدالة ما في روى. مش لاخر يوم، بعد ما نموت حتى كمان بالعدالة، بدنا العدالة. كلنا مستمرين، لكن نحن ما بدنا الا الحقيقة، بدنا نعرف مين ابو مين ومين ام مين. كنت نقول من ايام زمان عيام شوشو الله يرحمه، اخ يا بلدنا، اخ يا بلادي وبلد الباشا وبلد عفاف وجماعه كل العهود، مبروك. مين ما اخذ امه بدي عيط له يا عمي. بدات المحكمه والانظار من اليوم الى اليوم الاخير باسم يلي سقطوا ويلي بقيوا، باسم الشعب اللبناني حكمت المحكمه. يا وطني الغني. دكتور رازي الحاج ضيفنا لليوم، رئيس حركة المستقلون، أهلا وسهلا فيك دكتور. رح نحكي مع حضرتك عن أهمية انطلاق المحاكمات العلنية بالمحكمة الخاصة بلبنان وتوقيتها، بس بالبداية بدنا نعلق على التقرير. هالناس اللي التقت فيهم الكاميرا بشكل عشوائي بتحسهم كأنه صوت واحد، متفقين صحيح. كأنه شو بدهم يقولوا حقيقة؟ هود الناس هن ناس ما بيحللوا شو بدهم يقولوا، بيقولوا بطريقة عفوية، وهيدا شعورهم الصادق، شعورهم الوطني، شعور كل شيء قطعوا فيه خلال هالتسع سنين بموضوع الاغتيالات السياسية، والعشرات من السنين اللي قطع فيها لبنان كمان من صعوبات، من الحروب ومن اغتيالات. نعم. بالتالي هذا الصدق بكلام الناس ببرهن انه قدين نحن طواقين الى شيء او الى مفهوم اسمه العدالة. وهلا يعني بقول لك قديه مفهوم العداله مهم على الصعيد الوطني، لانه بالعام 2005 مثل ما اللبنانيين انتصروا لمفهوم الحريه لما نزلوا طالبوا بالحريه، اليوم عم تنتصر المحكمه لمفهوم العداله. وانا رايي الحريه والعداله هن مفهومين متلازمين، يعني ما ولا وحده بتمشي بدون الثانيه. لهيك اليوم رغم انه بعد تسع سنين، رغم كل هذه النضال، رغم كل الشهداء اللي سقطوا، هذا المفهوم اليوم إذا بدأ على مساره الصحيح أن يتحقق، يعني نحن صرنا على فعلا أبواب قيام دولة فاعلة وفعالة بتحمي مواطنينا وبتحمي سياسيين يحكوا اللي بدهم إياه. دكتور حاج، طبعا امبارح يوم تاريخي عاشوه اللبنانيين، وين أهمية انطلاق أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالظروف الصعبة اللي عم بيعيشها هالبلد؟ حقيقة المحكمة الدولية خلال تسع سنين كانت مدار شك وتشكيك بعملها، في سجال حاد كان حولها. بعتقد امبارح كان في ثلاث قضايا أساسية ومهمة ببدء أعمال المحكمة. القضية الأولى أنه هي المحكمة الدولية الأولى بتاريخ الأمم المتحدة يلي بتكون تتعلق بالجرائم الإرهاب والاغتيال السياسي، لأنه المحاكم الدولية الأخرى يلي أنشئت عبر تاريخ الأمم المتحدة كانت تتعلق بجرائم الحرب وبقضايا أخرى. نعم. الشيء الثاني المهم كتير هو أنه في حرفية وتقنية عالية بالتعاطي مع هذا الملف، يعني يلي شفناه مبارح أنا بعتقد أنه فاق تصورات وتوقعات البعض من حيث الدقة في تلاوة القرار الاتهامي أو يعني الأدلة، تقديم كل المعطيات والأدلة، وهذا بعتقد أنه يضحط بشكل كبير كل الأشياء اللي اتهمت فيها المحكمة من تسييس ومن
ثالث نقطة مهمة واللي كنت سبقت وقلتها هو أنه مفهوم العدالة بشكل عام بلبنان كان مفقود لزمن كبير، وكان للأسف أنه العمل السياسي والعمل الوطني بلبنان كان دايما في محل حدا يحده بالاغتيال السياسي يلي هو مش مقبول، أنه أنا بقدر اتصارع معك بكل القضايا، بنقدر نكون ديمقراطيا عم نقوم بنشاطاتنا وعم نتنافس، بس أنه لما أنت بيكون لك الحق أنك توضع حد لحياتي لتربح علي بالعمل السياسي أو بالعمل الوطني هذا شيء غير مقبول. وأنا بعتقد هيدي مبارح أول مرة نجي منقول لكل من اعتمد أسلوب التصفية الجسدية للسياسيين من 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 يعني اغتيال الرئيس بشير جميل لليوم، عم نجي نقول لهم لا اليوم هناك عدالة، هذه العدالة رح ممكن أنه تساهم أنه توقف أو تخفف من الاغتيالات السياسية في لبنان، وتعطي إذا بدك الزخم الإضافي لكل شخص وطني بحب أنه يشتغل بالشأن العام أنه هو تكون حياته مصاني سوري ومحفوظ. دكتور، قديش أهمية المحكمة الدولية وكشف الحقيقة والمعلومات اللي رح نوصلها ممكن يأثروا على المشهد الداخلي بالوطن؟ حقيقة المشهد الداخلي اليوم بوضع كتير صعب، بوضع أنه وللأسف اليوم فهمنا حقيقة مش بس مين اختار الرئيس الحريري، فهمنا ليش اختيل الرئيس الحريري، لأنه يلي وصلنا له اليوم بعد 9 سنين ما كان ممكن نوصل له لو الرئيس الحريري كان لا يزال على قيد الحياة، لأنه استهدف الاعتدال في اختيار الرئيس الحريري، كان هناك من يريد جر السنة في لبنان وفي العالم العربي إلى التطرف، ومن يريد أيضا أن يكونوا في صراع مع للأسف الطائفة الشيعية الكريمة. لهيك اغتيال الرئيس الحريري إجا إذا بدك يغذي هذه الفتنة يلي عم تتخطط من قبل. فنحن اليوم بلبنان مع بدء المحكمة فهمنا أمرين، فهمنا مين ممكن يكون قد نفذ الجريمة ومين وشو يعني سبب الاغتيال. وبعتقد أنه لازم يكون نحن اليوم عندنا حكمة كتير كبيرة، حكمة داخلية، لنجي نقول أنه العدالة هي الأساس وهي الشرط الأساس أنه لازم الكل يقبلوا فيها، لأنه العدالة هي المدخل للمسامحة ومن ثم المصالحة، لأنه لما أنت بتكوني مجروحة ما فيك تسامحي أو تصالحي إذا ما عرفتي الحقيقة وإذا ما تحققت العدالة، لأنه هذه العدالة مش نحن بس اللي طلبناها يعني. هو يعني الله يلي طلبه عبر كل الأديان والكتب السماوية، العدالة هذا شيء أساسي، وهذا مطلب مش مطلب شخصي أو مطلب فئوي، هو مطلب لبناني عام، لأنه هو المدخل الصحيح من بعد ما الكل يقبل بالعدالة، مدخل الصحيح نحو المسامحة والمصالحة. امبارح طبعا كان التفجير الإرهابي بالهرمل، بأي خانة فينا نوضع هالتفجير دكتور حاج؟ يعني أنا بصراحة من أول ما بدأت التفجيرات في لبنان وخاصة يلي عم تستهدف يعني المناطق اللي عندها لون سياسي معين، أنا قلت بتصريح لإلي أنه من يزرع الريح يحصد العاصفة للأسف، فنحن مش مضطرين أنه نزرع ريح، نحن مش مضطرين أنه نشرع أبوابنا أمام كل العواصف بالمنطقة. ولهون كان أهمية إذا بدك العودة لما طوفك عليه بعلينا بعبدة، هون الأهمية أنه نجي نقول أنه ما بقى فينا نكمل كل واحد يعتبر حاله أنه هو لبنان لإله، هو بيقدر ياخد لبنان لحاله، وهذه فعلا يعني تنسف المفهوم يلي بينقال دائما بموضوع الشراكة. شو الشراكة؟ أنه أنا شريكك بس أنت بتعمل اللي بدك إياه وأنا بعمل اللي بدي إياه، أنه بس أنه نحن شركة يعني أنه على الورق أو بالمفهوم العام. لهيك مبارح التفجير ممكن إذا بدنا ناخده بدون تحليل إضافي، بدون يعني ما نعتبر أنه هو توقيته كان موازي مع بدء أعمال المحكمة لنخفف إذا بدك من وهج الرأي العام على موضوع المحكمة، ولنخفف من هولة ومن يعني الصدمة الإيجابية اللي شكلتها على الرأي العام، بقدر أقول لك أنه ممكن يكون بهذا السياق اللي حصل قبل، ممكن وفي إمكانية أنه تكون مثل ما يعني مبارح انحكى أنه ممكن هيدي تكون لأنه إزاحة الأنظار عن المحكمة، بس بالتالي في شهداء عم يسقطوا، وهذا المحزن والمؤسف أنه اليوم بطل في قيمة للناس،
اليوم أنا كل شهيد عم يسقط بلبنان وكل جريح هو بالنسبة لإلي بمثابة أهم شخصية سياسية عم تستهدف وعم تقتل. كلنا ناس ومخصون كلنا ناس حتى سياسيين. يعني كمان أنا يعني بهيدي النقطة دايما بقول أنه سقط ناس أبرياء إلى جانب الشخصية المستهدفة. ما كمان الشخصية المستهدفة بريئة، ذنبها الوحيد أنه قررت تتعاطى بالشأن العام وأنه تعطي رأيها. ما كمان هودي أبرياء السياسيين يلي سقطوا، لأنه هن من حقهم أنه يقولوا رأيهم، وهذا بيكفلك يعني قبل الدستور اللبناني ما يكفلك اياه، بيكفلك شرعة حقوق الانسان. الانسان مزبوط. رغم أهمية المحكمة وأهمية انطلاق، البعض ما زال عم بيتجاهل هالموضوع والأسماء، يعني المتهمين بالأسماء. قديش برأيك فينا نغض النظر عن أهمية المحكمة الدولية؟ ليكي أنا رأيي أنه البعض رغم أنه بدأ بتجاهل المحكمة منذ القيامة، مزبوط، بس عبر السنين ومن حيث يدري أو لا يدري ما بعرف، هو أقر بالمحكمة الدولية عبر عدد من النقاط. أولاً عبر تمويلها من قبل الحكومة اللبنانية يلي كان فيها دائماً حكومات جامعة أو حكومة يعني تتمتع بالحد الأدنى من تمثيل السياسي العام بالبلد، وكانوا الكل مشاركين فيها. ثاني نقطة عبر يعني الشهود يلي أوقات كمان ندس بعض الشهود، من خلال امبارح بعض الناس يلي فجأنا بحضورهم بالمحكمة الدولية، يعني مثل اللواء السابق جميل السيد اللي هو كمان يمثل طرف داخل لبنان، وبالتالي يعني كل هالتعاطي مع المحكمة الدولية هو دليل اعتراف أو تعاطي معها، لأنه ما فيك تتجاهليها. يعني اليوم أنت يمكن ما بتكوني بتحبي الشتاء، بس ما فيك تمشي بالعاصي وتقولي لهم أنه ما عم تشتي الدنيا هلا هي. فحقيقة اليوم ما فينا بقى نتجاهل هذه المحكمة، خاصة أنه هي محكمة دولية ترعاها الأمم المتحدة، الأمم المتحدة اللي فيها الأعضاء الخمسة الدائمين يلي هن كمان مش من طرف واحد، هن كمان يلي يمثلون الصراع الدولي، يلي هن محورين ويلي هن عم يتنازعوا وين ما كان بسوريا وبغير سوريا. لهيك أنا بعتقد أنه هذه المحكمة طريقة عملها يلي صار مبارح هذا المشهد يحتم على الجميع كان يريد أو لا يريد أن يتعاطى معه بجدية. وأنا نصيحتي من يعني أنه الكل يخدع على محمل الجد حتى المتهمين، لأنه بالنهاية إذا كانوا متهمين بيعتبروا حالهم أبرياء، الدليل على أنه يبرهنوا براءتهم من خلال المحكمة ومن خلال المحاكمة، مش من خلال الهروب إلى الأمام نحو مزيد من التجنج داخل لبنان ومزيد من الخراب في لبنان. بالآخر هذا البلد، وهذه يعني كان دايما يرددها الرئيس الحريري، ما في حدا أعلى وأكبر من بلده، وبالتالي هذا البلد سيبقى وسيستمر، سيستمر بإرادة أبناء الحقيقيين يلي هن خلقوا هون ورح يموتوا هون. بالتالي التجاهل هو كمان يعني عم بيحط راسه بالرمال وعم يعتبر أنه ما في شيء حوالي. هالبلد يلي يعني عانى معاناة من عدم استقرار على كل النواحي، اليوم صارت قضية عدالته بجريمة العصر وكل ما اتصل فيها من جرائم بإيد هيئة عادلة دولية. هل انطلاقة امبارح للمحكمة الدولية للمحاكمات العلنية شو قادرة تقدم من ثقة بلبنان للاستثمار الاقتصادي عم بحكي صحيح. هلا حقيقة ليه صار في توجه الى المحكمة الدولية؟ هي ما نرجع شوي للأساس لأنه كنا كلبنانيين كلنا ولا نزال يعني حتى الساعة ما عندنا ثقة كافية بالقضاء اللبناني. لهيك بقرار مجلس الوزراء نحن نزلنا عن صلاحيتنا بموضوع جريمة الرئيس الحريري بالتحقيق فيها وبإجراء المحاكمات، ونقلناها إلى المحكمة الدولية لأنه نعتبر أن هذه المحكمة الدولية ذات يعني إذا بدك ثقة عالية ومهنية كبيرة. هلا نحن بنتمنى أنه هذه العدالة اللي يعني عم تحقق من المحكمة الدولية تنتقل إلى لبنان، لأنه كمان في جرائم كثيرة مش شملتها المحكمة الدولية، وهذه جرائم بالنسبة لكل اللبنانيين هي بمثابة يعني اغتيال كل هالشهداء يلي لحقوا اغتيال الرئيس الحريري، انه بمثابة حجم الاغتيال هو كأنه 14 باط كان يتكرر في كل شهر وفي كل عام. هلا اليوم اقتصاديا اكيد المستثمر ما بيروح على بلد ما في استقرار امني، ما بيروح على بلد ما في قضاء،
ما بيروح على بلد دائما هو مستضعف فيه وفي مين اقوى من الدوله واجهزتها. بالتالي هي ده مؤشر اول شيء انه لبنان مش متروك، لبنان فيه عين دوليه عليه، وبالتالي في كثير محلات صار فيه جرائم وما كان في محكمه دوليه. هيدا شيء اضافي انه لبنان هو يعني تحت مجهر العدالة الدولية، هذا أكيد يطمئن إلى حد ما، مش إلى حد بعيد لنكون صريحين، إنما يطمئن إلى حد ما المستثمرين أنه في مستقبل بلبنان. طيب رازي، بموازاة هالحديث المجتمع اللبناني والشباب اللبناني، وخلينا نقول كمان المجتمع المدني، شو التصرف أو النظرة اللي لازم ينظروا لها مع انطلاق المحاكمات العلنية؟ لكن بصراحة في شيء اسمه معمودية. هالمعمودية أساسية دائما عند الشباب اللبناني. المعمودية لما بتبلش بالدم أنه إحنا عم نجدد ثقتنا بلبنان رغم كل الاغتيال. وامبارح مع العدالة بعتقد الشباب اللبناني مدعو أن يقوم بمعمودية تجديد الثقة بلبنان، تجديد الثقة أنه هذا البلد مهما تعرض لويلات هو وطن سيبقى وسيستمر، وبقاؤه ما بيبقى هيك لحاله، هو بالاخر مجموعه ناس بكون هذا البلد، شعبه يلي بيكون البلد، الناس يلي بيكونوا المؤسسات، الناس يلي بيكونوا القوى الامنيه وال يعني العسكريه، الناس يلي بيكونوا الطبقه السياسيه. بالاخر ما حدا يعتبر حاله كل شيء، ما حدا يعتبر حاله انه هو بيقدر بلحظه انه يترك ويبرم ظهره ويمشي. هذا الوطن لازم نرجع نجدد المعموديه فيه. ونحن اليوم بهيدي الحلقة، وأنا عم بتذكر أنه يمكن طلعت تاني سنة من 14 أدار معكم بنفس البروغرام، نحن على 9 سنين عم نرجع نقول نفس الكلام، لأنه نحن عنا ثقة أنه هذا الوطن هو أقوى وأكبر من كل المتآمرين عليه، وهذا الوطن عنده إمكانيات اقتصادية واجتماعية وبشرية كتير كبيرة يجب استثمارها لنقدر نوصل إلى يعني وطن حقيقي تتمتع فيه كل الناس بالعدالة والحرية والاستقرار. دكتور رازي حاج رئيس حركة المستقلون، شكرا لحضورك. مرسي لكم، ونحن بنتمنى دائما أن نلتقي يعني تحت سقف العدالة والحرية معكم والحرية. شكرا، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. نحن رح نتابع حلقتنا. حول قصر اليونسكو مساحة ثقافية وجعل منه معلم ثقافي لكل الفنانين والمهمشين وهيئات المجتمع المدني. هو الراحل أنطوان حرب المدير العام لقصر اليونسكو ورئيس مصلحة الشؤون الثقافية في وزارة التربية. بعد أقل من شهر على رحيله أقامت حلقة الحوار الثقافي لقاء تكريمي له بحضور شعراء كتاب باحثين ومحبي الراحل. تقرير عن الحفل التكريمي من تابعه سوا. بدي أقول له فقدناك فجأة، مش حاسبين لك إياها هيك، وبدي أقول له تركت فينا منهج حلو، انه قصر اليونسكو قصر الثقافي هو لكل اللبنانيين، ما ميزت بيناتهم سياسيا ولا مناطقيا ولا عقائديا، كل شيء جمعهم عندك انهم لبنانيه. رحل صاحب القصر دون استئذان، فاستحق التكريم على مستوى القصر يلي حرسوا بأمانة، لبل على مستوى وطن فقد أحد كبار مثقفيه. بتمنى قصر اليونسكو يبقى كأنه موجود، هيك بنشعر بوجوده باقي هون. عائلته الصغيرة مثل ما خسرت العائلة الكبيرة خسرنا نحن، لأنه الحقيقة كان يعتبرنا من عائلة كبيرة، ما كان خصصنا كعائلة صغيرة. يعني حتى الأولاد كانوا يسألوا يا بابا ليش احنا ما عنا باي وحدنا، عطول مشاركين مع حدا تاني. قالوا لي يا بابا بكرة بتشوفوا ليه، الوطن كله عائلتكم. خلال تحويله لقصر اليونسكو إلى قصر لكل الناس، إلى قصر للحوار الوطني، يعني نقل الحوار طاولة الحوار الوطني من مركز رسمي إلى مركز كان مشرف عليه. ما بقدر اتخيل قصر اليونسكو بدون أنطوان حرب. يا
بعد أقل من شهر على رحيله، أقامت حلقة الحوار الثقافي لقاء تكريمي للمدير العام لقصر اليونسكو ورئيس مصلحة الشؤون الثقافية بوزارة التربية، فاجتمع وجوه كثيرة لتقديم شهادتها بالراحل الكبير أنطوان حرب من شعراء وكتاب وصحفيين وغيرهم. عنده مبادئ وكان هو اللي محافظ على القصر. هلا بعد أنطوان حرب عم نصلي تيضلوا ذكر أنطوان حرب موجود، والله يبعث له الثقافي ولليونسكو شخص من أمثال أنطوان حرب. خدم بكل إخلاص بنظافة كف ضمير حي. أنطوان حرب أدرك ما مثله هالرجل من قيم وتفاني وإدراك، ومن عرف أنه الثقافة ركن أساسي بمشروع النضال من أجل الدفاع عن الوطن بالثقافة. لبنان خسر مديرا لهذا القصر، مدبرا ناشطا ليلا نهارا يعمل دون هوادة، يستقبل الناس جميع المنتديات دون تمييز بين قريب أو بعيد. إن شاء الله بيصيروا على مستوى أنطوان حرب. تارك فراغ كبير وراه، وإن شاء الله يقدر يجي حدا يعبي هالفراغ وراه منه. فقد قصر اليونسكو ركن أساسي وسند مشجع لكل من سعى إلى إقامة ندوة أو نشاط ثقافي، فرحل الحارس الضاحك والمحبوب لكل القيام. موعد ثابت مع زميلتنا مريم الحاج وكتاب جديد تحول لفيلم، مش هيك؟ كل نهار جمعة. صحيح. صباح الخير مريم. صباح الخير مريم. صباح النور، كيفك جوال؟ مش الحال، شايفين لميزيرابل وراكي. صحيح صحيح. تفضل. اللي لما بدنا نحكي عن اشهر الروايات العالميه يلي تحولت الى افلام سينمائيه، ما فينا الا ما نبدا باعظم روايه بالقرن التاسع عشر، وهي روايه البؤساء لعميد الادب الفرنسي فيكتور هوغو. هالعمل الخالد يلي قدر ياثر بكل الناس احدث ثوره ادبيه، فترجم الى لغات عديده وامتد الى جميع الفنون من السينما الى المسرح والى الموسيقى. من العام 1862 أي التاريخ يلي نشرت فيه هالرواية، استطاع فيكتور هوغو أنه يخلق واحدة من الشخصيات الأدبية العظيمة بالأدب العالمي، وهو جان فالجان. هالرواية يلي من الصعب اختصارها هي عن جان فالجان السجين يلي أمضى 5 سنوات بالسجن بسبب سرقة رغيف خبز لأطعام بنت أخته الجائعة. بعد خروجه من السجن جمعوا القدر بالأسقف الطيب ميرل يلي عاملوا أفضل معاملة وعلموا يسلك طريق الخير، فغير جان فالجان اسمه ومن ثم أصبح غني، وكان يستخدم أمواله دائما بخدمة الناس، وتولى تربية الطفل كوزات اليتيمة يلي ماتت أمها بين إيدي وأوسطه فيها، ولكن الضابط جافير يلي كان مكلف بالقبض عليه بقاله بالمرصاد وبقي لاحقه طوال عمره. فيكتور هوغو يلي كتب كم كبير من الروايات، تعد البؤساء من أهم أعماله، فبعد أكثر من 150 سنة على صدوره ما زال تأثير هالرواية قوي جدا، ومن بين العدد الكبير من الأفلام يلي ارتكزت هالرواية عليه كان آخر فيلم للبؤساء بالعام 2012، وهلأ رح تشوفوا بعض المشاهد منه. بس قبل خليني أقول أنه هو فيلم موسيقي درامي بريطاني، الفيلم من إخراج توم هوبر وبطولة هيو جاكمان، راسل كرو وأن هاثوي، وهو يعتبر الفيلم الأكثر نجاحا، وهو أيضا ربح جوائز عديدة وتابعه أكثر من 28 مليون مشاهد من مختلف العالم. خلينا نشوف بعض المشاهد من هالفيلم. هيا نبدأ نعيش في قلب مشروبات.
نعم الرواية جدا مهمة، رواية البؤساء، بدي أقول أنه موجودة بكل اللغات وطبعا بالعربية، وهي ضرورة لكل مكان وزمان. نعم مريم، 150 سنة قطعوا على صدور هالرواية، شو سبب نجاحها وخلودها برأيك؟ صحيح جوال، الجواب موجود برسالة كتبها هوغو لناشر روايته باللغة الإيطالية لما سألوا عن سبب انتقاد البعض لروايته بأنها لا تناسب الذوق الأدبي الفرنسي. جاوب هوغو وقتها باختصار بأنه روايته، ومع أنها تعكس المخاض العسير يلي مر فيه مسلسل الثورات الفرنسية وصولا إلى إعلان الجمهورية، ولكن رواية ما بتتوجه فقط للفرنسيين، هي رواية موجهة إلى كل شعوب العالم، وهيدا هو السبب الأساسي لنجاحها. سبب نجاحها هو أن رواية موجهة إلى كل إنسان مهمش بائس ويائس بغض النظر عن جنسيته أو انتمائه، موجهة إلى أي مكان أو زمان تباع فيه المرأة من أجل رغيف خبز، إلى أي مكان بالعالم يعاني فيه الطفل بسبب الجهل والفقر. مريم، هالرواية اللي ضربت الرقم القياسي بعدد المرات اللي أنتجت فيها سينمائيا ومسرحيا، هل كان النجاح حليف كل هالأعمال؟ نعم إلي، من العام 1953 أول فيلم جسد البؤساء، وحتى العام 2012 نعم مع فيلم الغنائي اللي شفنا منه بعض المشاهد، فضلا عن المسرحيات والرسوم المتحركة انتجت لتحصى، والغريب أنه لم تفشل أي نسخة منها جماهيريا أو نقديا على الإطلاق، والسبب يعود إلى أنه البؤساء هي رواية أصلا مؤلفة من 14 مجلد، لذلك كل نسخة أو عمل فني ارتكز على هالرواية كان قادر يخبر قصة جديدة من دون ما يخون الرواية الأصلية. هالرواية غنية بالقصص لدرجة قادرة تغذي مئات المسرحيات والأفلام والأعمال الفنية الناجحة. مريم، ما رح أسألك إذا قريت القصة، أكيد قريتيها ويمكن بكذا لغة، طبعا قريتها جوال من زمان أنا طبعا بس. لأنه هيدي درسونا إياها بالمدرسة، صحيح. يعني من بين صحيح. أعمال هوغو كانت أكثر شيء هيك مضوين عليها بالمدارس هي لميزيراب، بس حضرت الفيلم؟ أكيد أكيد، كثير حلو الفيلم، مزبوط. وبتحسي عن جد بالبؤس اللي كانوا عم بعيشينه بكل مرة بتحضري فيها فيلم جديد. صحيح نعم، صحيح جوال. نعم طيب، يعطيك العافية مريم، نحن أيمتى منشوفك؟ تنين تنين، يلا بون ويكند. شكرا لك، ميرسي. حلقتنا بتتابع لننتقل سوا إلى مؤتمر صحافي دعت له السفارة النمساوية للإعلان عن حفلين موسيقيين تحيون الأوركسترا الفيلارمونية اللبنانية، الحفل الأول ببيروت والحفل الثاني بالشمال، خلينا نشوف. بعيداً عن كل الظروف الأمنية والتحذيرات من مغادرة لبنان يلي عم بتقوم فيها السفارات لراعيها، أطلقت السفارة النمساوية والمعهد الوطني للموسيقى مؤتمر صحفي أعلنوا من خلاله عن إقامة حفلين موسيقيين في بيروت وطرابلس تحت عنوان فيينا في بيروت وفيينا في طرابلس، تحييها الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية. This conference is to to launch our two concerts, yeah, inform the Lebanese public about our concerts, Beirut, Vienna Beirut, sorry, and Vienna Tripoli. The Vienna Beirut concert has already a one decade long tradition. We have been repeating this concert at the beginning of every year after the famous model of the Vienna New Year's concert. Last year we decided that we should not only limit this concert to Beirut, but also have this concert repeated in Tripoli. Tripoli is the second biggest town in Lebanon. I'm happy to be the 11th time here, working with the wonderful Philharmonic Orchestra, and we are doing in the beginning of the year a New Year's concert, greetings, musical greetings, bringing from Vienna to Beirut to Tripoli, and we are doing mainly waltzes of Johann Strauss, yeah, very amusing music. We will also have a Lebanese singer as a soloist, soprano Caroline Solage, doing some operetta arias. حفل بيروت رح يكون ب 17 كانون الثاني، وحفل طرابلس ب 18 كانون الثاني، اما الغناء رح يكون بصوت السوبرانو كارولين سولاج والاوركسترا بقياده روبرت ليربومر من النمسا. كل سنه سفاره فيينا بتنظم حفله،
وبعد ما سمعنا بعد ما عملت اوديشن لمايسترو لاربع عمر سمعنا فكر انه ليش لا ما بنعمل اوتوغراف شو لحدا لبناني ونقونا انا تمثل اذا بدك تكون موجوده بهذا الحدث وادي هاي الموسيقى النمساويه بلبنان. والبروجرام المخصص هي موسيقى لمؤلفين نمساويه مثل جوان شتراوس فرانس ليار والاوبريتا هيدا ستيل نوع من الغناء ستيل موسيقي معين اكيد من ضمن سياسه المعهد هو من ضمن سياسة الأوركسترا فيلارمونيك كمان أنه نحن على طول من هذا تقليد من وقت ما تأسست هالأوركسترا عنا علاقة مباشرة مع السفارات الأجنبية وخصوصا السفارات الغربية بالنسبة للأوركسترا فيلارمونيك ومن ضمن هذا التعاون ندعي قادة أوركسترا أو سوليست يعني فيولونيست بيانيست وغيرهم تيجوا وهذا التعاون هو تعاون مثمر للميلتين يعني من ميلي منثبت قديش الموسيقى هي لغة عالمية وقديش الموسيقى هي بتجمع وقديش الموسيقى هي فوق كل الفروقات قبل ختامنا لليوم مع تقرير ثقافي عن معرض خاص بالفنان جبر علوان رح ننتقل عن زميلتنا رولا كساب حداد صباح الخير رولا صباح الخير يعطيك العافية ميرسي الله يعافيك رولا جولة جديدة أكيد على الملفات الآنية على الجلسات العلنية للمحكمة الخاصة بلبنان رح تعطينا أبرز ملامحها أو عناوينها تفضلي كمان اليوم الحلقة اللي استثنائية للعشرة ونص تقريبا بتوقيت بيروت موعد افتتاح الجلسات بالمحكمة الدولية بيوم الثاني الصحف اليوم جلسات اليوم الأول ركزت عليها واعتبرتها أن بمثابة يعني العودة ل 14 شباط وإنما بوقائع مذهلة كيف قرأت صحف بيروت النهار الأول من المحاكمات ليش تزامن يعني هل من مغزى معين وراء تزامن بدء الجلسات والانفجار اللي صار امبارح بالهرمل موضوع الحكومة أين أصبح واليوم حديث أكثر وأكثر عن دفع داخلي أكثر ما هو عفوا خارجي أكثر ما هو داخلي من أجل التوصل لتشكيل الحكومة هذه بإيجاز مواضيع يلي رح أبحثها مع ضيفي أستاذ جورج سولاج رئيس تحرير جريدة الجمهورية نعم نحن نتمنى لك توفيق بالحلقة رولا ومذكر المشاهدين بتابعوها من بعد ما نختم أخبار الصباح وعبر الويب سايت futuretvnetwork.com لكل المشاهدين بأمريكا أما هلأ ومثل ما قلنا ختام حلقتنا رح بيكون من مركز بيروت للمعارض لنبقى مع المعرض الجديد للفنان التشكيلي العراقي جبر علوان المعرض تحت عنوان حالات بتنظيم من شركة سوليدير وبيعكس المعرض الإنسان بمختلف حالاته بين الضياع الوحدة الحزن الفرح وغيرها هالمعرض مستمر لغاية نهاية شهر شباط رح نشوف التقرير وبكرة حلقة جديدة من أخبار الصباح على 7:30 باي 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 أكثر من 60 لوحة طاروا على جناح الفن من إيطاليا إلى لبنان لينقلوا واقع بيعبر عن كافة الأحاسيس اللي بعيشها الفرد بعالمنا العربي حالات كان عنوان معرض الفنان العراقي الإيطالي جبر علوان حالات من التناقض المبعثر بفكر الفرد العربي حالات من الحزن، الفرح، الضياع وغير من الأحاسيس اللي كسرت حجز الصمت وتجسدت لوحات حالات من الخراب من الدمار من الضياع وصلت إلى حد الجنون حالات أخرى مقابلها الفرح كالموسيقى كالرقص كالألوان هذه الحالات اللي دا أتحدث عنها كما يعيش الفرد الآن
وهذا المعرض أيضا يعني يعكس براعة هذا الفنان، تجلياته رصدا للمرأة في حالات متنوعة وكثيرة لها علاقة يعني بطبيعة اجتماعية. فإحنا بحاجة فعلا عن هيك يعني رسومات أو انعكاسات لما يعيشه المجتمع العربي كله. هذه مدرسة كتير فيها فانتازيا، ومن الصعب على المشاهد أنه يقول أنه بحب هاي ما بحب هاي، طبعا في أذواق. Dieu que la vie est cruelle, au musicien des ruelles, son copain, son compagnon, c'est l'accordéon. Qui sait-il qui l'aide à vivre, à s'asseoir quand il s'enivre, c'est il ou c'est moi, Manon, c'est l'accordéon. في مركز بيروت للمعارض بالبيال أقيم معرض حالات بالتعاون مع شركة سوليدار وغاليري أفاق. هالمعرض اللي تنوعت لوحاته بمواضيع مختلفة تتمحور حول أحاسيس الإنسان، وطبعاً الألوان الخافتة ونقيض الصاخب أضفى اللمسة المميزة للفنان العالمي جابر علوان. الميزة بأفاق أنه أفاق ما عنده كالوري معين، بتعاون مع أي حدا، ومهمته الأساسية أنه يزوق الناس للفن وينشر الفن على مستوى راقي جدا. احنا معروفين انه ما منوقف، والحقيقة بيروت بدها تضلها تكفي لو شو ما كانت الامور. بقى مثل ما بتعرف المعرض تبع جبر علوان صرنا عم نخطط له لفوق السنتين، اكيد مش بهالاوضاع هيدا لازم نوقفه، بالعكس لا بل لازم ندعم اكثر ولازم نرجع نشجع انه يكون في هيك نشاطات فنية. هذه مقهى ليلية، ليل هي فرشة اللوحة كلها باللون الأحمر، هنا اللون الأحمر ضوء، حالته حال الضوء، أحمر يتداخل بالأحمر، حتى المرة حينما تلبس الأحمر هو جزء من امتداد لون الأحمر. ألوان حلوة كتير، وفي شيء كمان منوع، أفكاره رائعة جداً عن المرأة والجمال، وخياله كتير واسع، فعلا إنسان مبدع جداً.